قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا والذي يهم ثانية بكالوريا في خلال شهر يوليوز 2020. إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر سبتمبر 2020، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020، وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن